أكد قادة دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية في بيان لهم عقب قمة الأمن والتنمية في جدة والتي جمعت دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الأردن والعراق ومصر، أكدوا على تميز العلاقة والشراكة التاريخية وعزمهم على تعزيزها في كافة المجالات. كما أكد القادة على التزامهم المشترك بحفظ أمن المنطقة واستقرارها مع دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية. شدد البيان على ضرورة تعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباراتي وضمان حرية أمن الملاحة البحرية. ومن جانبها رحبت دول الخليج بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مواجهة بلاده لأي تهديدات للممرات المائية خاصة باب المندب ومضيق هرمز. وجدد الزعماء تأكيدهم على ضرورة ضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل، مؤكدين على أهمية الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي والتصدي للإرهاب وزعزعة الاستقرار. البيان الخليجي الأمريكي أكد على أهمية تطوير الدفاع والأمن المشترك لمواجهة المسيرات والصواريخ وتسليح الميليشيات. رحب البيان أيضا بإنشاء قوتي المهام المشتركة لتعزيز الشراكة والتنسيق بين دول الخليج وواشنطن.